اوكي هيك هيدا العصا هي ذكرت الهايكينج تبعي. صرت ماشي بلبنان 93 ضيعة، كل ما امشي ضيعة برجع بزيدها عليها. قيمة العصا مش بالديزاين تبعها، انت بتعملها قيمتها بالمشي، بالتعب، بالشمس، بالشتاء. هيدي العصا انا بس يوم ريحتها بس اخبطها على الارض بسمع صوت جدي. نحن وصغار كنا اولاد، يكون جدي طالع على الدرج تسمع طالع، شو بقولك اجا جدك يا صبي. هو بروجيه شابتو اذا بدك منه بزنس بقدر ما هو هوايه، وعندي انا غايه من وراها ارجع احيا عادي كتير قديمه يلي هي حرفيه انك تعمل عصا. بروسس طويل، بدك تتمشى تتفرج وتشوف، يمكن تقطع كل نهار ما تجيب الا عصا واحده، يمكن تتوفق وتلاقي خمسه سته سبعه حسب. فيك تقص من اخر ايلول اول تشرين لماكسيموم اول افريل. اول شيء هون الحرج لازم يتنبه بالفورست مانجمنت كرمال الحريق، يعني انت لازم تخفف منه. طيب هيدا كتير تخينة، هيدا لوقة كتير، هودة ثلاثة حد بعضهم. أول شيء طالعين وتفوقن في صنوبر ممكن أصلاً نمومهم ضعيف، وثلاثة حد بعضهم ما رح يطلعوا ثلاثتهم. بقى نحنا مننظف الطبيعة ومننقى أحلى وحدة. العصا بشكل أساسي هي بتعطيك الشكل تبعها قبل ما أنت تقرر شو بدك تعملها. حرزاني مونت اليوم. هلأ نية نطلع على النار على الشوي. نحن نشويهم لسببين، السبب الأول تتشير عنا القشرة، تصير هينة تشتغلها، والسبب الثاني إنه ما بتفسخ، يعني أنت بس أنت تيبسها غير ما تتركها هي تيبس لحالها بتبطل تفسخ. ليك طلع هون، تبعت كيف عم ينزل زوم، نحن عم نحرقها من هون، مزبوط نحن عم نحرقها من هون، من هون عم تنشف، بده يطلع منها المي، ليك كيف يطلع المي من هون، هيدا بخليها تنشف بسرعة. إذا كان معك خمس عصي، الأفرج تبعهم تتشويهم بدهم ساعة ونص تتشويهم وتنظفهم مزبوط، بدي أرجع أنطر أربع أشهر، طيبها صوب نشفهم على الدرابزين. هون العصا بدها تقعد تعمل ايبرناسيون اربع اشهر، يعني انا بعد اربع اشهر تقدر اشتغلها. وهيدي ردي للشغل. اول ستيب قبل ما تحفر، قبل ما تعمل شيء عليها بدك تنظفها. بتنظفها من بعد الحرق، يعني انت بدك تشيل كل الكش هود وكل الحراميه اللي بعد من هود النصر اذا بتلاقيهم. احلى شيء بهالشغله انك عم ترجع تخلق حرفه شبه ميته، اذا مش ميته كليا. وانا ما بكذب لك، انا عم بستفيد من الطبيعه، شو عم تعطيني الطبيعه، عم بستفيد من شغل ايدي، ويصير غيري يحس بالطبيعه عبر هالعصا ويمشي فيها ويستفيد منها. كل حدا بياخذ عصا بيطلع له معها سيرتيفيكت اوف اونرشيب وهيستوريكال بريف، هيك انا كتبها بالانجلش كثير مختصره عن منافع العصا. باخر شيء بتوجهها للشخص بقول له انها رح تكون رفيقتك ورح تكون ذكريات كل الادفنتشرز اللي رح تعملهم ورح تذكرك دائما بالطبيعه. وهذا النص للجاحظ اسمه منافع العصا.